العربية ولهجتنا. اللهم أكون أسمع طفلا مغربيا يخلط بين العربية الدارجة أو الفصحى وبين تريفيت أو تمازيغت أو تشلحيت، أفضل بالنسبة لي وأشرف بالنسبة لي، وأقول أكثر مناعة بالنسبة للمستقبل من أن أسمع الطفل أو الطفلة ووالديه كذلك يخاطب بعضهم بعضا بالخلط بين العربية والفرنسية أو الخلط بين العربية والإسبانية. ونحن نفكر في التعليم وبرامج التعليم أن ندخل تعليم اللهجات علما منا، إن تلك اللهجات قد شاركت لغة الأم، لغة الضاد، لغة كتاب الله سبحانه وتعالى، لغة القرآن الكريم، قد شاركتها في فعل تاريخ